وبمناسبة رفع هذه الأعلام، النهاردة قوات الأمن البريطانية عثرت على جثة المواطن المصري شريف عادل حبيب ميخائيل محروقة داخل أحد جراشات السيارات في منطقة ساوث هول في العاصمة البريطانية لندن. والسؤال، هل هنشوف أعلام مصر بتترفع في لندن أو في أي مكان آخر للمطالبة بمعرفة أسباب مقتل هذا الشاب المصري، مقتل شريف عادل حبيب؟ بالتأكيد يعني موضوع يستحق أن أتوقف أمامه الليلة في مساء القاهرة. أهلا بكم.